انا هويتي اهم من المثليه، ووجودي اهم من المثليه، ومصر اهم، دي حاجه، دي جزئيه. وبعدين الفطره السليمه بترفضها على فكره، يعني الفطره السليمه بالطبيعه بترفض، ما في حاله من غير نظريه الدكتوره، من غير نظريه الدكتوره. أيوة، في فطره لا سليمه. لا لا ايوه الفطره السليمه زي ما بتقولي حضرتك، بس في تشويش وفي تغريب طبعا. زي ما حضرتك بتقولي الهويه. طب ما فيش تشويش على هويتك لما الاطفال بيتفرجوا على لغات ولهجات غيرك، لما طبعا. الاطفال المصريين بيتفرجوا على يعني قنوات تحت بير السلم بتعمل دوبلاج حقير مصري حقير بالفاظ وضيعه، الهويه ما بتدرجش، وجودنا ما مش بيدشدش. كلام حضرتك اهو بلاغ على الهوا لكل الحاجات الغلط بلغت، اللي بس انا رحت بتحصل. بنفسي كل حته، انا مش عارفه اعمل ايه. لا ان شاء الله هيحصل وانا على فكره مش بتاعت التلفزيون، ما انت عارفه انا بتاعت مسرح. ان شاء الله يحصل استجابه. خليني اسمع نازلي. يا نازلي انت سمعتي معانا الدكتوره منال وسمعت استاذه فاطمه. احنا يعني انت كبنت بتعرفي من مامتك، هي بتعرف تشرح لك حاجات عن جسمك، بتعرف تديكي ثقافه صحيحه عن الجنس، ولا انت بتتكسفي وهي بتتكسف؟ لا، هو مامتي من وانا صغيره هي مش بتقولي الكلام الغلط، ولكن بتوصلها لي بشكل اندايركت ان في حاجات ما ينفعش وفي حاجات تنفع. الموضوع يعني مش بنتكلم فيه بطريقه واضحه، ولكن هي مثلا بتقولي البنات بتعمل كذا، ولكن في نفس الوقت في equality. بس في الموضوع ده بالذات انا ومامتي علاقتنا قريبه، فبعرف اتكلم معاها في ده. لو انا شايفه حاجه مش صح شويه في المدرسه في اي حاجه بسال مامتي. اللي هي زي ايه؟ يعني ايه اللي شفتيه مش صح ورحت سالتيها فيه؟ انا ما شفتش حاجه بعيني، ولكن سمعت اتحكى لي. مثلا سمعت في بعض المدارس ان كان في برنسبل بيقولوا عليه كده، فانا رحت قلت لمامتي. مامتي وقتها كلمتني بالدين، كلمتني بالاخلاق بالاسلام، فوقتها اقتنعت. ترفضي الشخص او البنت اللي يبقى عندها تطرف او شذوذ في الجنس، ولا تقولي لا اتعامل معاها، ما هو ده بني ادم وده كذا؟ يعني في انا بسمع كتير من الشباب بيبقوا متعاطفين، ممكن يبقوا هم رافضينه او هم ما يبقوش كده، بس هم متعاطفين معاه ومش ضده، وشايفين ان هو تعبان مريض حر. يعني في تبريرات كده بسمعها من الاجيال بتاعتكم. انا ما اتعاطفش، ولكن لو الموضوع هيضرني هقف له، ولكن طول ما الموضوع مش ضررني مش بتخانق. جميله. ولكن انا شايفه ان هو موضوع غلط، يعني مش بتعاطف. لا